أهلا بكم. استقبل الشعب اللبناني نازحي جنوب لبنان بتضامن وحفاوة، ما رفع معنوياتهم وأثبت أن الحاضنة الشعبية للمقاومة اللبنانية تفوق الجغرافيا والطوائف. ففي وسط الحروب والصراعات الكبرى يظهر دائما عنصر جوهري يتجاوز الآلات العسكرية وحسابات القوة المادية، ألا وهو الوحدة الوطنية، إذ يجسد الشعب اللبناني في هذا الوقت أسمى معاني التضامن والتكاتف، محولا التنوع الذي يميز المجتمع اللبناني إلى مصدر قوة وعزيمة. لم يكن الصمود في وجه العدو مجرد نتيجة لقرارات سياسية أو تحركات عسكرية فحسب، بل كان نتيجة مباشرة لوحدة شعب عازم على الدفاع عن كرامته وأرضه، متحدا في مواجهة آلة الحرب الصهيونية. ولكن تلك الوحدة لم تكن محلية فقط، بل امتدت جذورها إلى تضامن عربي شامل، حيث لعب العراق دورا بارزا في دعم لبنان خلال محنته. ففي ظل العدوان كانت بغداد حاضرة ليس فقط بالدعم السياسي، بل كذلك بالمساعدات الإنسانية والمبادرات التضامنية التي امتدت على شكل فزعة عراقية. أهلا بكم. طبعا هي حالة إنسانية أن يقف الكل مسلم مع أخيه المسلم، والمرجعية طبعا لها الدور الريادي والكبير في المجتمع المسلم يعني بشكل عام، يعني عودتنا من خلال مواقفها الوطنية السياسية الاجتماعية الشرعية الدينية أنه هي موجودة في كل المحافل. ونشجع الناس بالإغاثة لشعب لبنان وشعب غزة باللي يقدرون الاستطاعة يقدرون يدفعون، شريد يدفع بمال بكذا، كلنا احنا وياهم ان شاء الله. اذا احنا دافعنا عن فلسطين ولبنان، المرجعيه طبعا هي الراس مال القياده الشعبيه، اذا يتكلمون مع الشعب ومع المقاومه فالشعب كليته باي بلد كان زين يتبع الكلام الطيب مالتهم. العراقيين هم مساهمين دائما بهيج اشياء، والمفروض من جميع الشعوب العربيه تساهم حالها حال الشعب العراقي بدعم اخواننا اللبنانيين والفلسطينيين. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اذا ارحب بضيوفي للملف الاول، عضو مفوضيه حقوق الانسان سابقا الدكتوره فاتن الحلفي، مرحبا بحضرتك دكتوره. مرحبا، اهلا بجنابك. وايضا الخبير العسكري واستراتيجي من لبنان العميد الركن بهاء حلال، مرحبا بجنابك. مرحبا مرحبا، تحياتي لكم ولضيفتك الكريم. اهلا بحضرتك دكتوره. ابدا مع جنابك، شلون ترين اهميه المساعده والفزعه العراقيه الى اخوتنا طبعا في بيروت خلال محنتهم، وانعكاس هذا الدعم حتى ولو كان دعم محدود لكن له اهميه بالغه؟ تفضلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي قناتكم الكرام. يعني حقيقة اللي ما جسده العراقيين في قضية الفزعة اللي قاموا بها في أحداث الأخيرة اللي مر بها أخواننا في لبنان الجريحة، يعني هذا واقعا تصرف كان طبيعي، وأكيد أكيد الشعب العراقي مساند لكل أخوانا العرب، لكن لبنان لها خصوصية لدى العراقيين. تعرف حضرتك احنا ايضا مرينا بأزمات سابقة طبعا في العراق، وتعرضنا لإرهاب. كان أخوانا اللبنانيين من اول المجاهدين اللي كانوا يأتون الى العراق ودعموا يعني العراقيين في قضية تصديهم لإرهاب داعش. بالتالي اليوم عندما يحدث أي يعني اعتداء من الكيان الصهيوني بهذه الطريقة التي خرقت كل المعايير الدولية وكل معايير حقوق الإنسان وكل معايير القانون الدولي الإنساني، نعم، ب يعني هذه الضربات الوحشية حقيقة، واللي سبقتها طبعا قضية التفجيرات للأجهزة أجهزة الاتصالات، واللي لاحظنا أنه اعتمد حقيقة الكيان الصهيوني طريقة خبيثة في استهداف العوائل والأهالي والمجتمع بصورة عامة.
هو يعني حسب ما يعني يدعي انه هو عنده معركه مع جهه معينه، هي مع حزب معين، مع حزب الله، لكن حقيقه هو استهدف كل مكونات الشعب اللبناني. عندما انفجرت هذه الاسلحه انفجرت اليوم على كل المكونات، على المسيحي وعلى من المذاهب الاخرى، ليس على من يدعي فقط انه استهدفهم. بالتالي حقيقة هذا الموضوع لم يستثني الطفل ولا كبير ولا أبداً. امرأة ولا شاب وغيرها. الدكتورة أسألك، بما أنك كنت في مفوضية حقوق الإنسان، وين حقوق الإنسان اللي تدعي بها الدول الغرب من الممارسات الوحشية اللي تمارسها إسرائيل سواء كانت في غزة أو في لبنان؟ خليني أكد لحضرتك، بعد هذه المعطيات وبعد ما يعني هجمات قام بها بهذه الوحشية اللي ذكرناها الآن، ما أعتقد أن كل الاتفاقيات الدولية اللي كنا نتحدث عنها وكنا نسمع بها والعراقي صادق عليها وكل الدول الصادق عليها، لأن مؤمنين أنه هنالك مجتمع دولي ممكن أن يقف أي اعتداء إذا حدث بين دولتين. وجدنا أنه هاي كل الاتفاقيات حقيقة حبر على ورق. بما حدث في غزة وبعدها اليوم في لبنان، يجب أن نؤمن جميعا أنه لا حقوق إنسان لدى الغرب ولا حتى الأمم المتحدة لها كلمة على هذه الدول التي هي مصادقة على اتفاقيات. لا، من الممكن أن يكون لها كلمة. خلينا نتوقع أو نتخيل لو كان الأمر بالعكس ويتم استهداف إسرائيل وأطفال إسرائيل بهذه الطريقة الوحشية وقصف للعوائل والأطفال، شنو كان يكون موقف هذه الدول؟ إذن هي مؤتمرة، إذن هذه المنظمات الدولية والأمم المتحدة مؤتمرة بحكوماتها، وممكن أن تتبع السياسات لهذه الحكومات. وهذه طامة كبرى، يعني أنه أنا إذا أوقع على اتفاقية وصادق عليها كبلد وهذه الاتفاقية ما تحميني، لكن تبقى هي مؤتمرة بدول أخرى، إذن ما الفائدة؟ نحن نتبعهم في المعايير الدولية، نتبعهم في القانون الدولي الإنساني. وإذا لاحظنا أيضا حضرتك أنه لا صوت اليوم، لا جهود دولية. المفروض هنالك يكون صوت، جلسة طارئة تعقد، جهود دولية، تحركات. نجد صمت كبير في قضية الجرائم الموجهة اليوم نحو لبنان، والتي حقيقة هي استنساخ كامل للجرائم التي في غزة. بالتأكيد. تبعتها يعني بنفس الطريقة وبنفس الوحشية. قتل الأطفال، قتل النساء. لا أعتقد هنالك أي احترام من الكيان الصهيوني للاتفاقيات الدولية، وأعتقد أنها سحبت الثقة اليوم من الأمم المتحدة. يعني نحن كمجتمع أصبحنا نؤمن أنهم الكيان الصهيوني هو من سحب البساط من الأمم المتحدة وسحب ثقتنا بهذه الأمم. إذا تسمح لي دكتورة، سيادة العميد أرحب بحضرتك مرة أخرى. أسألك بداية، صف لنا الوضع في لبنان من الجانب العسكري والقصف الوحشي والهمجي الذي يمارسه الكيان الغاصب على أراضي لبنان. تفضل. تحياتي من جديد، وللحقيقة أن المشهد العسكري اعتبارا منذ 4 أيام يقوم العدو الإسرائيلي بعدوانه الواسع على لبنان بحجة وجود بنية تحتية عسكرية للمقاومة فيما بين الوحدات السكنية، وطبعا هو كاذب، ويقوم بفبركة الفيديوهات المصنوعة عبر الـ AI، عبر الذكاء الاصطناعي، ليبرر هذا الكذب وهذا الهراء. يقوم بقصف، بدأ بقصف واستهداف كل المنطقة الجنوبية وما زالت مستمرة إلى اليوم. غارات عنيفة من جنوب لبنان إلى شمال، إلى البقاع الشرقي ومن ثم البقاع الأوسط، وبالتالي وصل إلى الحدود السورية اللبنانية، حيث ضرب المعابر والجسور الصغيرة التي يستعملها المشاة بين لبنان وسوريا. وهناك طبعا مراكز الأمن العام الموجودين على هذه الحدود، وبالتالي أيضا ضرب واستهدف مناطق في كسروان مثل راس أسطى ومثل منطقة قرطبة، واعتدى على الآمنين والآهلين،
وهناك شهداء وجرحى آمنين، وقد هجر الأغلبية من منطقة الجنوب وجعل هذه المنطقة منطقة منكوبة. ما يفعله العدو الإسرائيلي هو محاولة منه لفرض الهيمنة أو فرض الهيمنة بالتصعيد، يحاول بقدر ما هو مجرم، وأنا أؤيد الدكتورة كما قالت، استنساخ تجربة غزة في لبنان. لكن إلى اليوم هو يعلم أنه لن يستطيع أن يؤلب البيئة الحاضنة والحاضنة الشعبية للمقاومة على المقاومة. هو يقوم بمحاولة فيما يسمى الحرب النفسية من خلال حربه العسكرية من أجل إصابة هؤلاء هذه الحاضنة الكبيرة والتي تحتضن المقاومة، يصيبها بما يسمى الانهيار الإدراكي أو بعدم الثقة. نعم. حيث أن إذا راقبنا كيف تدرجت الأمور انطلاقا من الانفجار الخبيث في انفجارات الخبيثة في جهاز البيجرز، وبالتالي الأجهزة، ومن ثم الضربات الأمنية التي وجهها إلى بعض القادة وقتل فيها شهداء كثر مدنيين أطفال ونساء في عمق الضاحية الجنوبية، أعتقد أنه يرمي إلى تأليب هذا. ما هو وضع المقاومة في لبنان والمتمثلة بحزب الله عسكريا مقابل جيش العدو الغاصب؟ مباشرة بعد أول استهداف وبداية العدوان الإسرائيلي، قامت المقاومة باستهداف العمق الصهيوني، وبالتالي عملت على استخدام الأسلحة، بداية بصواريخ فادي 1 فادي 2 فادي 3، وهم صواريخ غير دقيقة، لكنها صواريخ أدخلتها للمرة الأولى في عملية استهدافها لعمق الكيان الصهيوني. استطاعت أن تصل هذه الصواريخ إلى عمق 100 أو 110 كيلومتر داخل العمق الصهيوني، تخطط الخط الأول وهو خط نهارية، ثم الخط الثاني وهو خط عكا، وتخطط بالنهاية حيفا وما بعدها حتى مرج بن عامر. ومرج بن عامر هي منطقة بمساحة تمتد على 351 كيلومتر، تمتد من الجليل حتى جبال نابلس، وهي تعد حوالي 42 نسمة من اليهود، وهم في 39 تجمعا سكنيا. وصلت الصواريخ إلى هذه المنطقة ودكت القواعد العسكرية والإسرائيلية. ولن ننسى أن في البارحة قامت المقاومة بضربتين استراتيجيتين، إحداهما طائرة مسيرة انقضت على مقر في على ميناء عتليت، وهو في قرب حيفا، قرب ميناء حيفا، حيث هناك قيادة فرقة الشطيط 13، وهي البحرية الإسرائيلية، وهي من القوى الخاصة البحرية الإسرائيلية. وأيضا وصلت المقاومة بتدرج السلاح وبإدارتها المتزنة للحرب، وصلت لاستعمال صاروخ باليستي بر بعيد المدى قادر واحد، ضرب مقر الموساد قرب تل أبيب على بعد 1.5 كيلومتر. سيادة العميد، بهذه التطورات الجديدة، دعني أنتقل إلى السيد عباس العرداوي الباحث في الشأن السياسي. ورحب بك. حياك الله. أهلا بجنابك. حياك الله. ولو وصلتنا متأخر يعني اليوم، بس يسألنا أدرك على وضع الشارع والازدحامات. دكتور عباس، أسألك، استطاع حزب الله هذه المرة أن يدك العدو في الصميم في الكثير من الأماكن الحيوية والمهمة لديه، ما تأثير هذا التطور والتكتيك والقوة الصاروخية لدى حزب الله والرد المباشر بهذه الطريقة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وأعتذر عن التأخير، وتحية لضيفيك الكريمين وجمهوركم متابعي قناة الأيام. أتذكر في 2006 حينما كانت حرب 2006، خرج حديث لسماحة السيد نصر الله كان يتحدث أنه أي مغامرة بعد أنه انتهت الحرب، نعم، أي مغامرة للكيان الغاصب سوف تكون هنالك استهداف لحيفا وما بعد حيفا، وهذا الخطاب مشهور تقريبا. في معادلة 2024 تم دك حيفا وما بعد حيفا. المقاومة الإسلامية وحزب الله لديه تراكم للانتصارات، ابتداء من الاجتياح في 82
إلى معادلة 2000 و2006، وبالتالي هنالك تراكم وزخم عالي من القدرات والاستهداف، وفي نفس التوقيت هنالك تراجع وتقهقر واضح لدى الكيان الغاصب، ويذهب نحو الوحشية المفرطة، يذهب نحو الاستهداف ويطلق صواريخه ومتفجراته تجاه الرضع والأطفال والعوائل والنساء. ومعروف بالأبعاد العسكرية أن المدنيين هم أسهل الأهداف. على الرغم من هذا، لكن المقاومة لا ترد بهذه الطريقة. بالتأكيد هنالك أخلاقيات يتعامل معها حزب الله، ولا يستطيع أن يستهدف أي مستوطنة فيها مئات العوائل، ممكن أن يأتي بنفس النتائج. هذا فرق أخلاقي وقيمي كبير جدا، ويقود المعركة بمستوى عالي من الأخلاق، فضلا عن مستوى عالي من ضبط النيران، فهو يعرف أن يستهدف وكيف يستهدف. كل المعادلة كانت، حتى معادلة البيجر ومعادلة الكشف، هي لكشف حزب الله وكشف أنفاقه وكشف منصاته الصواريخ الصاروخية. لكن بعد كل هجمة يتحدثون عن استهداف للمنصات، تكون هنالك رشقة صاروخية. بالتالي واضح جدا لدى كل المتابعين أن نتنياهو ذهب بهذه المغامرة ليتخلص من مستنقع غزة وسقوطه بهذه المعادلة. هو ذهب لتوسعة الحرب حتى يذهب إلى معادلة الإنهاء الحرب، وواضح جداً أنه رسائل الصواريخ واستهدافاتها وطبيعة الاستقرار تترك 5 ساعات 6 ساعات، يتم العودة مرة أخرى، تستهدف هنا تستهدف. فبالتالي أنا أعتقد هنالك تراكم من النصر، وهذا يعطي زخمة كبيرة أنه المعركة بحساباتها المنطقية هي باتجاه حزب الله وباتجاه غزة وباتجاه المحور. دكتور، هن يقولون إيد واحدة ما تصفق، اليوم شلون نشوف الدعم والتكاتف العربي نصرة لغزة نصرة للبنان الجريح؟ اليوم موقف العراق كان واضح، لكن أسألك أيضا عن موقف الدول العربية الأخرى اللي من ترض أن يكون واضح أيضا. طبعا القضية الفلسطينية التي تجاوزت 7 عقود ويعني من الأجداد إلى الأحفاد، والآن الأحفاد هم وأبنائهم مقاتلين، هذه انعكست بشكل واضح على أدبيات المنطقة. فمنهم من يؤمن أنها قضية أمة فلا تمسك حدود ولا تمنع حدود، مثل الأخوان في اليمن، مثل العراق، ما عندنا حدود. ومنهم من يؤمن أن هنالك صراع قد يكون في أبعاد سياسية، لكن لا ننسى أن الكيان الغاصب عمل على تهويد المنطقة من خلال حتى أنظمتها السياسية، فانعكست على تربية المنطقة، على اجتماع، على تطبيعها، على انعكاس هذا التطبيع. أنا أعتقد الرهان على الشعوب هو الأهم. هناك يقظة كبيرة جدا، وهذه اليقظة تجاوزت مساحة العرب والمسلمين، وصلت إلى الطلبة في الجامعات الأمريكية، وصلت إلى مثقفي الاتحاد الأوروبي، بدأ حديث عن مستوى الوحشية وعدم استطاعتهم أن يغضوا النظر عن هذه الوحشية. أنا أعتقد أن أوروبا والغرب بشكل كامل هو أمام اختبار أخلاقي كبير جدا لا يمكن أن يتجاوزوه. كذلك كلفة دعم إسرائيل أصبحت على المستوى الإنساني مكلفة جدا، على المستوى الاقتصادي هنالك ضرر. أنصار الله ما فعلوه في اليمن واضح جدا، من رفع أسعار الوقود وقطع الطريق واستهداف بارجات وانحسار التجارة وغيرها، كذلك تداعيات. أنا أعتقد أن الكل يدرك أن نتنياهو ذهب إلى المحرقة، وبالتالي هم لا يستطيعون أن يذهبوا خلفه. لهذا تجد تصويتات مختلفة اليوم، هنالك إجماع لدى أغلب دول العالم أن تقف الحرب عند هذه الحدود، أن يقف نتنياهو عند هذه، لا نذهب باتجاه مغامراته. هو يهرب من الداخل، من مشاكل الداخلية، يهرب من محاكمته، يهرب من خسارته للبعد الأمني. دكتور، أسألك عن مواقف الدول الصامتة التي لم تحرك ساكنا تجاه الانتهاكات الإنسانية حتى اللحظة. نفس هذه الدول كانت تصرف مليارات ملايين مليارات الدولارات في تجنيد الإرهابيين والانتحاريين في العراق، بحجة أنه البعض أو جهة معينة ظلموا. وين هم من هذا الظلم والانتهاك لحقوق الإنسان في لبنان وغزة؟ يعني أنا أعتقد أنه نحتاج أن نرجع للبعد التاريخي بهذه الدول، نجد أنها صنيعة لهذه المنظومة الصهيونية الإسرائيلية الماسونية التي تعمل على إيجاد بيئة حاضنة لها، تنتج آل فلان هنا، تنتج مملكة هنا، تنتج جمهورية هنا، تنتج دولة هنا، تدعم شخصية هنا، وبالتالي أنتجت مثل ما أنتجت أن الأبعاد الفكرية المتطرفة
داعش، القاعدة، هذه الوهابية، هذه التي نخرت جسد الأمة وعملت على صناعة تفرقة سنية شيعية غيرها، ومسيحيا هم كذلك صناعت لهم تفرقة، صناعت تفرقة اجتماعية، دروز غيرهم. نعم. هذه حاضنة. أنا أعتقد هذه الحاضنة بدأت تتفسخ من خلال عدم قدرتها على السيطرة على الشعوب. لهذا نجد الخطاب بدأ يختلف، وما أعتقد أكو واحد يقدر يبقى للأخير يراهن على حصان خاسر. هذه بانحسار وبالنصر الذي يتحقق على في غزة أو في لبنان أو للمحور، هو سنجد أن هذه الحكومات سوف تأتي راضخة للمحور أو راضخة للحقيقة أنه لا يمكن الرهان على إسرائيل. إسرائيل قبل 4 سنوات الكل ذهب إلى التطبيع معها، ترامب في حينها سمى القدس عاصمة إسرائيل، نقل السفارة، تحدث عن المنطقة، تحدثت عن تطبيع ثقافي وإنساني واجتماعي، وبدأ الموضوع ينتقل إلى النسيج الاجتماعي والتزاوج. لكن لا، اليوم انحسرت هذه القضية وبدأت تقف معها موقف سليم جدا بقية الشعوب. جيد. دكتورة فاتن، حقوق الإنسان في غزة ولبنان، لا يوجد شيء اسمه حقوق الإنسان من ما نراه من جرائم وانتهاك لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة. ما الذي يجعل بعض الدول العربية وليس جميعها من أن لا ترى حجم هذه الجرائم وأن لا تحرك ساكنا؟ يعني أعتقد الإجابة على سؤال حضرتك هو سبقني أخ الدكتور عباس يعني شرح وضع هذه الدول. نعم. وأنه حتى الكيان الصهيوني هو صنيعة للغرب، بالتالي هم أدوات لحماية هذه صنيعتهم، وأكيد هم مؤتمرين، فبالتالي تأتيهم الأوامر بعدم التصدي، بعدم يعني حتى اليوم احنا اذا تلاحظ حضرتك هذا يمنعهم حتى من الدعم المادي والانساني. نعم، والغذائي هو هذه النقطه اللي اريد اوضحها، انه انا ذكرتها في بوست قبل يومين، انه كل الدول سحبت رعاياها من لبنان على اثر الاحداث، الا العراق زحفوا الى جنوب لبنان رجالهم وفتح حدوده وابوابه. نعم، وفتحوا المنافذ لدخول النازحين. اليوم المشكلة الإنسانية كبيرة، هنالك 90,000 نازح والأعداد في تزايد. طبعا احنا اكو موضوع ايضا ليس فقط اللبنانيين، هنالك سوريين. نعم. بعدد 1.5 مليون الى 2 مليون يمكن يوافقني الاخ. نعم. في لبنان هؤلاء ايضا نزحوا الى يعني مع اللبنانيين الى سوريا، وبالتالي اليوم المنافذ تفتح من سوريا الى العراق لدخولهم. وبالفعل الحكومة العراقية مدت جسر يعني جوي لمستخدمي المساعدات الإنسانية المرجعية بصوتها وببيانها الواضح، وكل الجهات تسارعت. يعني أنا اليوم شفت منظر والله يعني فعلا أبكاني حقيقة. نعم. يعني بيت بسيط وضع أعلام لبنان وفلسطين والعراق، وبادي يجمع المساعدات الإنسانية حتى يوديها لإحدى الجهات حتى توصلها. بالتالي هذه فزعة حقيقية إنسانية واضحة لدى العراقيين، معروفين يعني بالمواقف الصعبة، ويعني هو جزء أيضا من رد الدين لإخواننا. أنا أقولها بكل صراحة، لهم موقف مشرف معنا في حربنا ضد الإرهاب، ومع ذلك حقيقة أقول أنه كل بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لإخواننا اللبنانيين إذا جاءوا إلى العراق. لكن إذا نرجع لسؤال حضرتك أنه لماذا هذه الدول صامتة، وأنا يعني أكد لحضرتك. نعم. ستبقى صامدة إلى يوم الدين. ومستحيل أنه راح يكون لها صوت، لأن أساسا هو خلص وضح عندنا الصورة، أصبحت واضحة، لا يوجد هناك اتفاقيات دولية ولا يوجد شيء اسمه معاهدات وحقوق الإنسان. دكتورة باختصار، من يتحمل مسؤولية هذا الانتهاك السافر لحقوق الإنسان في هذه الدول؟ يعني المشكلة أنه أنا ذكرتها لك في بداية حديثي، أنه إحنا اليوم كنا معولين على المجتمع الدولي، هو يضع اتفاقيات حماية دولية. نعم. اليوم حتى اتفاقية جنيف اللي هي موضوع لحماية الـ يعني الأشخاص اللي هم من أثر النزاع المسلح، صح لو لا؟ نعم. لكن يوم حتى اتفاقية جنيف لا تنطبق على الحال الموجود الآن. اليوم نسفها الكيان الصهيوني. يعني هنالك في القواعد الدولية اللي درسناها واللي المفروض تطبق، قضايا الاشتباك القتالي واللي هي المبادئ التوجيهية لمواضيع أنه كيف أنت تبدأ حقيقة، يعني أنت كيف أنت تبدأ حرب بشأن هكذا غارات بدون سابق إنذار على أماكن سكنية، وأنت تقصد
جهة معينة حسب ادعائك، لكن أنت أخذت كل العوائل والأطفال وكل القوميات وكل الديانات سئت لها ويعني وتضررت من هذا. إذا سمحتي لي سيادة العميد أعود لحضرتك أسألك، كم غيرت الترسانة الصاروخية اللي يمتلكها حزب الله معادلات المواجهة والصدام داخل الكيان الصهيوني؟ مع وصول صاروخ قدر واحد على سبيل المثال وهو صاروخ باليستي، وبالمناسبة المقاومة لم تستعمل حتى الآن أكثر من 10% من مخزونها الصاروخي وبالتالي حتى من عديدها، فعملية الإسناد التي كانت تقوم بها المقاومة كانت موجودة على أساس العمل بإطلاق الصواريخ المضادة للدروع وصواريخ فلق واحد وفلق اثنين وبركان، لكن مع انطلاق هذه المرحلة من العدوان دخلت الصواريخ الجديدة من وحدات الصواريخ واستعملت الصواريخ في بداية الأمر فادي واحد فادي اثنين فادي ثلاثة، ثم البارحة استخدم صاروخ قادر واحد وهو صاروخ باليستي بعيد المدى بربر، وهو يحمل حوالي 1000 بين 700 و1000 رأسه كمتفجر في رأسه كمتفجرات وزن المتفجرات 1000 كيلوغرام، وبالتالي يعني المسافة المدى المجدي الفعال لهذا الصاروخ هو بحدود 1950 متر. نعم. أنا أعتقد حيازة واستراتيجية حيازة الصواريخ وتصنيعها والعمل على تدريجها في مخزون المقاومة جعل الكيان الصهيوني في تماس مع يعني جعل حيفا كما قال الدكتور عباس، جعل حيفا وما بعد حيفا التي كان يهدد هدد فيها سماحة السيد في عام 2006 وكانت هي التوازن، واليوم أصبحت تل أبيب وجوش دان وإيلات وحيفا وما بعد حيفا، ونذهب إلى المساحة الممتدة من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنية هي وما بان من أهداف استراتيجية وحساسة في سلسلة الهدهد. سيادة العميد، العدو يتحدث عن اجتياح بري داخل الأراضي اللبنانية، هل هناك فرصة لهذا الاجتياح وما هل هناك فرصة لتفوق جيش العدو على المقاومة داخل الأراضي اللبنانية في حال قرر أن يدخل بريا؟ أنا سأجاوب يا صديقي على السؤال بشكل مدموج وأنت تأخذ الإجابة على القسمين بالسؤال. نعم. البداية العدو الإسرائيلي يعمل وفق عقيدة عسكرية وأمنية سقطت من خلال طوفان الأقصى عدة مبادئ من هذه العقيدة وأضفت تحول استراتيجي على هذا الصراع. لقد فقد التفوق العسكري، لنكن نحن صريحين مع أنفسنا، يعني اثنين واحد هو يملك اليوم قدرة فقط على أن يكون لديه هذه الذراع الطويلة. نعم. بالسلاح الجوي وأيضا يملك القدرة من خلال عمليات الاغتيال. في كل معارك العدو الإسرائيلي هو يعرف والكل يعلم أنه يعاني من نقطة ضعف وهي قواته البرية، رغم تدريباته ورغم حشده لقوات برية، رغم حشده اليوم في مقابل الجبهة اللبنانية الفرقة 98 وحشده اللواء 146 مشاة ميكانيكي مشاة مؤلل، ورغم حشده لواءين من الاحتياط، هو يعلم أن الفرقة 98 سقطت في مستنقع عيتا وسقطت في مستنقع بنت جبيل وسقطت في مستنقع كفركلا وسقطت في مستنقع كل الحد الأمامي للجبهة والقرى الأمامية التي أذاقت العدو في عام 2006 مر العمل العسكري وأذاقته وأعطته درسا في الدروس الاستراتيجية. نعم. لن يستطيع العدو الإسرائيلي في كل الأحوال أن يكون قادرا على القيام بهجوم بري، وأنا أقول من هنا أمامكم أتمنى والكل يتمنى والمقاومة تتمنى
أن يقوم العدو الإسرائيلي بهجوم بري، كون هذا التهديد سيتحول إلى فرصة أساسية من أجل حسم الأمور بسرعة. نعم دكتور عباس، أسألك وين المصلحة الأمريكية بدعم العدوان الصهيوني في لبنان؟ الولايات المتحدة الأمريكية في ورطة، هي تحتاج الكيان الغاصب في معادلة الانتخابات. يعني المصلحة الأساس لأمريكا في إسرائيل هي معادلة الانتخابات، هنالك مزاحمة وتزاحم على التأثير الإسرائيلي في الداخل الأمريكي، ويحاول ترامب وبايدن، ترامب وهارليس أو الحزبين أو غيرهم في كسب الويد ومعادلة الدعم من خلال اللوبيات الموجودة في المنطقة. هو في ورطة ولا يستطيع أن يعطي ظهره وينتهي الموضوع، يدرك أن روسيا لديها تحركات في المنطقة، يدرك أنه في أوكرانيا لديه مشكلة، في العراق هو منبوذ وقد يذهب باتجاه بعد يوم يومين إلى إنهاء تحالفه، عملية تواجده مربكة، مطلوب دين للمنطقة، قتل القادة وغيرها، قواعده هي في مرمى نيران المقاومة، ليس لديه مبررات بحجم الجرائم التي تجري. دكتور، السيناريو المتوقع للمنطقة لكن باختصار شديد، أنا أعتقد أنه الرهان الكبير جدا والذي دفع به الآخرين هو أن تنتهي المعادلة بشروط غزة، فلهذا حتى بيروت وحتى حزب الله وحتى الرد الإيراني هو متعلق بالشروط التي سيوافق عليها أهالي غزة، وبالتالي إنهاء المسألة بسلة واحدة. إن شاء الله. الباحث في الشأن السياسي الدكتور عباس العردوي، شكرا لك جزيل الشكر، وعضو مفوضية حقوق الإنسان سابقا الدكتورة فاتن الحلفي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. وأيضا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن بهاء حلال من لبنان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، تتكبد إسرائيل إلى جانب الخسائر البشرية في صفوف الجيش والحرب النفسية التي طالت كل الفئات، وتدمير للبنية الأساسية بالإضافة إلى تكاليف عسكرية إضافية كبيرة، تتكبد خسائر مالية تصل إلى الهاوية، إذ وصلت الخسائر إلى 700 مليون دولار أسبوعياً، وتراجع أداء مؤشرات القطاعات الاقتصادية كافة، وصولاً إلى الأثر المترتب على زيادة نسب البطالة والفقر وغيرها. بلغت الخسائر بلغة الأرقام، نشاهدها معاً في هذا التقرير. إذن نناقش هذا الملف مشاهدينا مع رئيس المركز الوطني للمراقبة والتقييم دكتور محمد البغدادي. مرحبا بحضرتك دكتور، أهلا بجانبك. دكتور، أسألك عن التأثير الحقيقي والفعلي للأعمال العسكرية على اقتصاديات العالم بشكل عام، وعلى اقتصاد الكيان الغاصب بالتحديد. يعني حقيقة المخصصات العسكرية لكل دولة تستنفذ جزء من الدخل القومي لهذه الدولة بصورة عامة، وبذلك أنه راح يكون عبء على هذه الدولة، خصوصا الدول الـ الشحيحة الإيرادات،
وبذلك انه يكون انه عبء عليهم على هذه الدول. على هي مصاريف وتكلفة الحروب مكلفة جدا بالضبط. لكن هناك أزمات تحدثها هذه الحروب وتؤثر على اقتصاد المنطقة بشكل أكيد. عام. خلينا نتحدث نقطة نقطة عن أبرز الأمور اللي تسببها هذه الحروب وتأثيرها. حاليا الحرب الإسرائيلية اللبنانية، ولو هي يعني البعض لا يسميها الحرب اللبنانية لأنه يعتبر أنه الدولة اللبنانية بمعزل عن نعم. هذه الحرب، وهي حسب نظرة البعض أنه هي حرب ما بين الكيان الصهيوني و ما هي حرب ما بين حزب الله ما بين نعم. الحق والباطل. حق والباطل في نظريتنا صح نعم. لكن في نظرة بعض الـ 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 الآخرين خلينا نقول هذه في نظرية من لا نظر له ولا ضمير له، يعتبرون أنه الدولة اللبنانية في معزل عن الموضوع وهي حرب ما بين دولة من الدول العظمى حسب نظريات حسب ادعائهم وميليشيا لأحد الأحزاب الإرهابية حسب ادعائهم. لكن هذا احنا نظريتنا انه لا، بالعكس احنا بين حق وباطل مثل ما تفضل حضرتك. لكن هذه الحرب تبقى حرب، يعني قل لي انه انت ايش قد الضرر الاقتصاد اللبناني لقاء هذه، حتى لو انه كان جزء من لبنان لديه اسمه، لكن باقي لبنان اكيد تضررت. قل لي انت كم سائح لبناني كان ينوي الذهاب الى لبنان وبطل لأن بسبب هذه الحرب. اذا اريد نتحدث عن اقتصاد الكيان الغاصب اللي دخل هذه الحرب وابتداها في غزه اللي تجاوز تقريبا العام كامل سنه وشويه تقريبا زين. طبعا هي ايضا دولة ما يسمى بإسرائيل أيضا في اللا دولة اللا دولة، لكن في يعني نظرية الآخرين دولة مثلا، لا تبقى بنظرنا مو دولة بنظرنا احنا طبعا أكيد نظريتنا غير نظرية الآخرين، لكن مثلا في أوروبا البعض يروحون كسياح إلى إسرائيل في أوروبا مثلا بالنسبة لسكان أوروبا، فهذه بطلة ما يروحون عليها، إضافة إلى أنه المنطقة كليتها تحولت إلى ساحة حرب. يجب أن النظر لهذا الموضوع. منطقة الممر المائي اللي يبتدي من مضيق باب المندب إلى قناة السويس هذا كله نعم. دخل إلى منطقة حرب. الكثير من السفن تعرضت إلى الأعمال الحربية العسكرية، لذلك تزعزع الاقتصاد. الكثير من شركات النقل البحري غيرت مساراتها، بدل ما يسلك طريق البحر الأحمر نعم. بدأت تغير اتجاهها إلى سرجاء الصالح وهذا كلية تغير، فلهذا صارت النقل مكلف جدا وبذلك تغير أسعار القيمة المضافة على كل المضايع. إذا تسمح لي أرحب بالكاتب والمحلل السياسي من فلسطين الأستاذ عصري فياض، مرحبا بحضرتك. مرحبا، أهلا وسهلا بك وضيفك الكريم وجمهوركم المشاهدين جمهور المشاهدين. أهلا بحضرتك. أسألك بداية، كيف أثر القصف المتزايد من الجبهات على الكيان الغاصب، نتحدث عن المقاومة الإسلامية في لبنان والفصائل الفلسطينية، على الأنشطة الاقتصادية وحتى الحيوية داخل الكيان المحتل؟ طبعا لكل معركة أو لكل حرب بشكل مجرد لكل حرب نتائج اقتصادية، وفي الغالب تكون سلبية ولا تكون يعني إيجابية. نعم. الاحتلال الصهيوني حينما بدأ العدوان على قطاع غزة في بداية أو في السابع من أكتوبر، طبعا كانت هناك نتائج وخيمة جدا على الاقتصاد الإسرائيلي، وسبب أن كثير من المستوطنين في منطقة غلاف غزة قد أخلوا المنطقة، وبذلك كل المصالح الإسرائيلية في تلك المنطقة تعطلت، إضافة إلى أن الرشقات الصاروخية والرشقات الصاروخية وضربات المقاومة إلى هذا الكيان ايضا تعرض كثير من المصانع والمؤسسات الاقتصاديه المنتجه الى الضرر والى التوقف والى الشلل. اضف الى ذلك ان استدعاء قوات الاحتياط والقوات كبيره بمئات الالاف ودمجها في القوات العسكريه هذا شل جوانب اقتصاديه كثيره، لان جيش الاحتياط في هذا الكيان يكون في العاده 11 شهرا يعملون في حياته اليوميه وفي حياته الاقتصاديه ويذهبون الى الجيش مرة واحدة، ولكن هذه المرة تقريبا 11 شهر لحقائق غاية الآن وهم في المواجهات، بمعنى أنهم أن خسارة اقتصادية لشخصهم أو لمؤسساتهم. أضف إلى ذلك أن العملية وقوف الجيش اليمني والحكومة اليمنية نعم. واللجان الشعبية في اليمن أو هي أنصار الله الأخوة أنصار الله
وضربهم للاقتصاد الداخل البحري الداخلي للكيان الصهيوني، هذا حسب دراسات الاحتلال يقول انه سيخسر اذا في يعني في الذكرى السنويه الاولى سيخسر الكيان الاسرائيلي 74 مليار دولار، حيث ان ايلات مشلوله جدا ولم تستقبل الا نادرا من هذه السفن التي كانت منطقه ايلات او مرشراش الفلسطينيه كانت هي احد ركائز الاقتصاد الاسرائيلي. اضف الى ذلك جبهة المساندة في جنوب لبنان منذ أن بدأت في الثامن من آذار في الثامن من تشرين أو من الثامن من أكتوبر لغاية الآن هي أيضا أثرت، لم تؤثر فقط على إبعاد من 60 إلى 100 ألف مستوطن عن منطقة الشمال إلى مناطق الوسط ومناطق أخرى، لا هي أثرت أيضا على الجانب الزراعي، وحيث يعني من المعروف أن منطقة شمال فلسطين تشتهر بالزراعة وهي تقريبا هي سلة غذاء لكثير حتى في التصدير للمواطن بين القوسين الصهيوني أو الإسرائيلي. أضف إلى ذلك أن منطقة الجولان في هذا الموسم تكون في عز أوجها السياحي، حيث أن المناطق السياحية في منطقة الجولان تكون في ذروة عملها في خلال فترة الصيف. هناك أيضا مصانع ومؤسسات ومراكز اقتصادية قيمتها المالية حوالي 74 مليار دولار موجودة في شمال فلسطين، هي الآن تحت النيران وتحت نيران المقاومة اللبنانية. إذا هذه الخسارة مجموعة الخسارة أضيف إلى الصهاينة المستوطنين في الشمال الذين لجأوا إلى مناطق الوسط وغيرها يكلفون الاحتلال الإسرائيلي 150 مليون دولار لغاية قبل نشوب المعركة الأخيرة. أستاذ عصري إذا تسمح لي إذا تسمح لي أسأل دكتور محمد، شنو تأثير الهجرة المتزايدة لرؤوس الأعمال والشركات الكبرى من داخل الكيان الغاصب ورجوعها إلى بلدانها؟ أكيد هو أنت كما يقول البديهية الاقتصادية، رأس المال جبان، رأس المال يبحث عن الاستقرار. أي بلد غير مستقر أوتوماتيكيا أي مستثمر ما يروح بلد قلقان، ينتظر استقرار اقتصادي. يعني مثلا على سبيل المثال هسه اليوم إذا أريد أسوي معمل آني مثلا لازم يكون وضع اقتصادي مستقر حتى أبدأ أحسبها. نتيجة هذه الحرب الكثير من رؤوس الأموال خرجت من داخل الكيان وحتى الشركات الكبرى، شنو تأثير هذا الانسحاب تزعزع اقتصاد المنطقة ككل، لا نقول احنا بلد واحد المختلف، منطقة الشرق الاوسط كلها تزعزعت. يعني على سبيل المثال نقول مثلا مصر على سبيل المثال، نعم. تعتقد انه اقتصاد مصر بتأثر بالحرب مع انه مصر ليست طرف بالنزاع اصلا، نعم. اعتيادي. الاردن كذلك، سوريا دخلت الى الحرب بشكل غير مباشر جزئيا، لكن مثلا الاردن تركيا على سبيل المثال اوتوماتيكيا المنطقه كلها تزعزعت، خلخلت، دخلت في حاله قلق، حاله عدم استقرار. هذه زعزعت الاقتصاد المنطقه كلها. احنا كعراق احنا ما دخلنا الحمد لله الى سب، نعم. بشكل غير مباشر الا كمساعدات وشغلات، وفتحنا اليوم الحمد لله والشكر فتحنا ابوابنا لاخوتنا اللبنانيين لاستقبالهم. لكن اليوم لاحظت انه مثلا الدولار كان ب 1480، نعم. اليوم وصل 1510، يعني مباشره انه صار قلق. لا هذا الصعود والنزول صار له اكثر من اسبوع تقريبا، بس يعني هاليومين بالذات اثرت. ها طبعا واحده من اسباب ارتفاعها هو الحرب. جيد. اقتصاديات المنطقه كلها تزعزعت خلخلت. جيد. استاذ عصري اعود لحضرتك، كم هو حجم الانفاق العسكري الاضافي اللي تتحمله الحكومه الصهيونيه لمواجهه هذه التهديدات، وش قد نسبه تاثيره على ميزانيه الكيان؟ في الاعتياد ثلث ميزانية الاحتلال الإسرائيلي تذهب إلى الجيش والأمن، حيث أن هذه المستوطنة المسمى إسرائيل هاجسها الأول هو الهاجس الأمني. لذلك على طول تاريخ 74 عام من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الانفاق العسكري هو رقم واحد، والذي يأخذ مساحة ثلث الميزانية التي تبلغ حوالي 480 مليار دولار. ثلث هذه الكمية تذهب إلى الاحتلال ولا تذهب إلى الجهاز الأمني والجيش. لكن في هذا الحرب ومنذ 8 أكتوبر لغاية الآن
وما سبقه من إجراء مناورات واسعة سميت حسب الاحتلال الإسرائيلي سميت في تلك الفترة 10 مراحل من التأهب ومن الاستعداد لهذا اليوم. هم كانوا على يقين أنه سيأتي اليوم الذي يشتبكون فيه وتحدث الحرب مع محور المقاومة سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي. إذن تلك الميزانية 480 مليار دولار هي تذهب للجيش، لكن في هذا الحرب طبعا هناك زيادة في الميزانية، وقد طلبت وزارة ما يسمى وزارة الحرب الإسرائيلية من نتنياهو في بداية الحرب في تخطيط حوالي 300 مليون شيكل جديد، أي ما يقابل حوالي 90 مليون أو أكثر، يعني بين 85-90 مليار دولار طلبته لأن يكون هذا ميزانية إضافية للجيش الإسرائيلي. وبذلك حينما اعتمدت في بداية الحرب هذه الميزانية تم ترطيدها ويعني وأخذها من ميزانيات أخرى من الوزارات الإسرائيلية أو حتى بتكلفة ضريبية على المواطن الإسرائيلي الصهيوني. جيد أستاذ عصري، تجاوزنا على الوقت المخصص لهذا الملف. الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين الأستاذ عصري فياض، أشكرك جزيل الشكر، وأيضا رئيس المركز الوطني للمراقبة والتقييم دكتور محمد البغدادي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا قبل أن ننتقل لموجزنا الخبري خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس. ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. رئيس الوزراء يؤكد أهمية تنسيق المواقف تجاه التصعيد الذي يجري حاليا في غزة ولبنان. رئيس مجلس النواب بالإنابة يطالب الاتحاد البرلماني العربي بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداءات الصهيونية على لبنان. العتبة الحسينية المقدسة تعلن استقبال الجرحى اللبنانيين في مستشفياتها. وزير الخارجية يؤكد بأن الحكومة العراقية ملتزمة بالتعاون الجاد مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه بشكل نهائي. الاستخبارات والأمن تطيح بسبعة تجار مخدرات ومتهم بالخطف في 3 محافظات. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.